ندرك تماماً التحديات التي تواجهكم في مسار تحقيق التنمية، إلا أننا نرى أمامنا إمكانات هائلة مثل إمكاناتنا لا تعرف حدود، لأن إيماننا بقدراتنا يدفعنا لتحويل التحديات إلى فرص نحقق من خلالها التقدم والازدهار للأجيال القادمة. وها نحن اليوم نشارككم خبراتنا وتجاربنا لنؤمن التواصل والصحة والتعليم، ولنمكن الناس في جميع أنحاء العالم، فنرسم معاً مستقبلاً أفضل. إنسانيتنا تجمعنا، فإن احتياجاتنا لا تختلف. نطمح لنتخطى الحواجز ولبلوغ مستقبل نفخر به في إنجازاتنا. التزامنا يدفعنا لمساعدتكم على تحقيق جميع إمكانياتكم. الصندوق السعودي للتنمية، نزدهر معاً.